يقول تقول الأخت السائلة بأنها ملتزمة بشريعة الله وبالأوامر الشرعية، ولكنها تعاني من كثرة الوساوس وخصوصا عند الوضوء والصلاة، ما الذي يبعد ذلك عنها؟ ذكر الله، تكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان. ثانيا ترفض الوساوس، لا تستسلم لها ولا تهمها، ترفضها رفضا تاما وتمضي في وضوئها وطهارتها وفي صلاتها، تمضي فيها. نعم.